وللقاء المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من العاصمة الأوزبكية طشقند سعادة النائب معصومة عبد الرحيم. سعادة النائب، بداية نرحب بك، وكونك أنت أحد أعضاء هذا الوفد، ما هي أبرز ما دار في جلسة أعمال اليوم الأول من مؤتمر القمة 14 لرئيسات البرلمانات؟ أول شيء يمسيكم الله بالخير والعافية الأخ العزيز حسين. وطبعا إحنا اليوم الله يخليك، وإحنا اليوم نشارك وفد للشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معاليها السيدة فوزية بنت عبد الله زينل كرئيسة مجلس النواب ورئيسة اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية في أعمال المؤتمر 14 لرئيسات البرلمانات. وهذا طبعا اللي الاجتماع والقمة التي أقيمت في طشقند في خلال فترة من 8 إلى 10 سبتمبر إن شاء الله. طبعا مشاركة مملكة البحرين ونقولها بكل فخر واعتزاز إنها الممثل الوحيد عن برلمانات الدول العربية. طبعا هذه المشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر 14 لرئيسات البرلمانات في العالم عكست تقدير واعتزاز وثقة برلمانية دولية شاهدناه اليوم واحنا في أول جلسة في التقائنا مع البرلمانيات من دول مختلفة. طبعا احنا نعتز ونفتخر بتمكين المرأة وتقدم المرأة ووصول المرأة إلى مناصب كبيرة وكثيرة، سواء كانت على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو البرلماني أو الصحي. المساهمات الفعالة والمتميزة في المناقشة وتقديم الاقتراحات كان لها أثر كبير في الطرح. واليوم إحنا كان الحديث عن الجائحة، جائحة كورونا. نقلنا في هذه القمة المبادرات التي وجهت من قبل القيادة الرشيدة وكيف كان لها الأثر كبير على المواطنين في البحرين وحتى على المقيمين. وعلى سبيل المثال ذكرنا طبعا من ضمنها أن التطعيم أعطي للجميع، سواء بحريني غير بحريني سواء مقيم. العلاج بالبحرين في هذه الجائحة كان يعطي وبالمجان للجميع أيضا. هذه مثل هذه المبادرات أثارت لدى الجميع صراحة الغيرة بعض الأحيان والغبطة بعض الأحيان الأخرى. نعم، تكلمنا عن مبادرات جميلة إلا الكل يذكرها وشعب البحرين أكيد ما ينساها، واللي أحدثت نقلة نوعية لمملكة البحرين وشلون طلعنا احنا من هذه الجائحة ولله الحمد بخير وسلام. اليوم كانت الجلسة يعني فعلا فعلا قيمة، خصوصا انت لما تشاهد ان هنالك بعض الدول التي كان ليس لديها حتى الكفاية للتعليم وحتى الكفاية للصحة. فكنا نسمع من بعض هذه الدول، وعندما تقدمنا بمحادثاتنا ونقاشاتنا في هذه القمة لاحظنا التعابير على هذه الوجوه. يعني طبعا احنا نفتخر بمملكة البحرين وبكل الانجازات التي قدمت، وكان دور السلطة التشريعية حتى في الجائحة كان دور مميز ومتوازي في العمل مع السلطة التنفيذية. نعم، والكثير الكثير ولله الحمد. نعم، إذا سعادة النائب معصوم عبد الرحيم كنت معنا من العاصمة الأوزبكية طشقند، شكرا جزيلا لك.